مجمل بقى القرارات اللي اعلن عنها الدكتور مصطفى مدبول يوم الخميس، انه طبعا اولا هيكون في تخفيف للاحمال من ساعه لساعتين بشكل يومي، وايضا كان في تاكيد على انه الحكومه هتستورد كميات من المازوت، وده طبعا يعني هو للاسف هيلقي عبء على ميزانيه الدوله وما كانش معمول حسابه، بالاضافه لمجموعه اخرى من الاجراءات الخاصه بالترشيد، زي مثلا قلنا نتكلمنا عن موضوع اعمده الاناره، وتكلمنا عن مواعيد قطع الكهرباء عن يعني اللي هي المولات والمحلات وبتاع في مواعيد معينه عشان طبعا تخفيف الاحمال. لكن برضو هنا الناس بتتساءل، اولا امتى التيار الكهربائي هيفصل؟ لازم يكون في مواعيد محدده وواضحه. هل الفصل دوت هيطال المستشفيات والمؤسسات الحيويه والاماكن اللي هي فيها ضرر للناس؟ اعتقد ان الحكومه عندها خطه ان لا، وان القطع دوت ما يكونش فيه ضرر على اي مصالح اساسيه زي المستشفيات مثلا، لكن كمان احنا بانتظار الخطه الاساسيه، بانتظار مواعيد تخفيف الاحمال اللي مفترض تعلن عنها الحكومه على مدار الايام القادمه. القرار الثالث اللي اعلن عنه دوله رئيس الوزراء، وهو انه يوم الحد الاول في شهر اغسطس هو الحد القادم اللي هيوافق غالبا يوم 6 او 7 اغسطس، ده هيبقى اول حد في الشهر. اليوم الاحد دوت مش يعني هيشتغل فيه من البيت كل الموظفين اللي هم بيتعاملوش بشكل مباشر مع المواطنين او مع المصريين في المصالح الحكوميه والمباني الخدميه. ده بيسري على ايه؟ بينطبق على اي وزارات؟ بينطبق على اي جهات؟ 18 مؤسسة أو 18 جهة حكومية ما بتتعاملش مع المواطنين بشكل مباشر، 18 جهة حكومية ابتداء من يوم الحد القادم، مش بكرة اللي بعده، مش هتكون شغالة بشكل يعني فيزيائي أو بشكل مباشر، هتشتغل أونلاين أو من البيت. الموظفين فيها يشتغلوا أونلاين كل يوم حد عشان ده يخفف الأحمال. طريقة تطبيق القرار ده كمان مسألة مهمة ان احنا نتوقف امامها، وهل ده يسري على القطاع الخاص؟ كل دي مجموعة من التساؤلات. خليني بداية نطرح التساؤلات الأساسية اللي اتكلمنا عنها على الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرافق الكهرباء الأسبق وأستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق. دكتور حافظ مساء الخير وأهلا وسهلا بك في 90 دقيقة. مساء النور بحضرتك، أهلا تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. أنا بنقل لحضرتك نبض الشارع والأسئلة اللي الناس بتتساءل عنها بشكل يومي النهاردة مع سياسة تخفيف الأحمال. أولا إيه سبب المشكلة دي بشكل بقى مجرد وبشكل موضوعي تماما؟ هل الموضوع هو موجة الحر اللي بتضرب العالم، أم أنه الأمر متعلق بطريقة الإدارة الداخلية للأمر أو للملف؟ لا، هو طبعا مؤكد أن موجة الحر كان لها أثر كبير جدا على زيادة الأحمال. علشان نقدر نتخيل بس ايه اللي بيحصل، احنا في شهر يوليا النص الاولاني منه الاحمال كانت بتزيد بمعدل طبيعي 4.2% مقارنه بالاحمال بتاع يوليا السنه اللي فاتت، وده معدل زياده طبيعي، وعشان كده لم نشهد اي مشاكل في النص الاولاني من يوليا. بدءا من النص الثاني من يوليا اللي هي ترافق، اللي هو تقريبا 15 يوليا او 16 يوليا، اللي هي ترافقت مع بدء الموجة الحارة، والموجة الحارة مش بس مجرد ان الجو حار ولكن ممتدة، يعني احنا بقالنا 15 يوم في هذه الموجة الحارة. يمكن النهاردة اول يوم بعض الشيء بعد الظهر يمكن الجو اقل سئ. فالموجة الحارة دي تسببت ان الاحمال بتاعتنا مقارنة بالسنة اللي فاتت زادت ما بين 10 إلى 14%، فنتخيل زادت بهذا المقدار. طبعا أنا بقول ليه ما بين 10 و14، لأن هي في 6% استوعبتها الشبكة زيادة، وفيما أكثر من هذا بيتم الفصل. فده تقديري للجزء الطاقة اللي تم الفصل منها، اللي هي ما بنبقاش متأكدين بالظبط. احنا بيقول بنفصل 2500 ميجا، هذه ال 2500 ميجا بتعادل كام جيجا وات ساعة، ده ممكن انه يختلف، وبالتالي بنقول ما بين 10 إلى 14% الاحمال زادت. 6% المنظومة قدرت ان هي تستوعبها، ما اكثر من هذا ده تم اللجوء الى عملية الفصل لمواجهة. متوقع طبعا ان بتراجع موجة الحر
اللي موجوده هيبتدي طبعا موضوع الفصل هينتهي سريعا، لان من الاصل زي ما حضرتك اشرتي نحن لدينا فائض قدره مش فائض طاقه، لان احنا الكهرباء لا تولد غير لتستهلك، مفيش كهرباء ما بتخزنش، فبالتالي لو عندي محطات كتير انا ما بشغلش غير المحطات اللي على القدر اللي انا بحتاجه والباقي بتبقى احتياط. وبالتالي احنا عندنا قرابه 10,000 ميجا وات فوق الاحمال القصوى اللي احنا بنوصل لها احتياط. طيب دكتور حافظ، هنا برضو في سؤال مهم بيطرح نفسه، هل احنا تأخرنا في اجراءات او في تطبيق الاجراءات المحليه والداخليه في كل محافظه لترشيد استهلاك الكهرباء، اللي هي أعمدة الإنارة، اللي هي المحلات التجارية، المولات، أعمدة البيلبوردز أو يفط الإعلانات، المراكز الشباب والمراكز الرياضية، هل الكلام ده احنا اتأخرنا في تطبيقه؟ أنا شايفة الأخبار من امبارح للنهاردة شدة جامدة جدا في وزارة التنمية المحلية، كل المحافظات بتقول طبقنا، هنطبق، بنتابع، نراقب، لكن مش ده كان المفروض يحصل يمكن من أسبوعين فاتوا؟ لا، وأنا عايز أفرق ما بين حاجتين، في حاجة اسمها برامج لترشيد الطاقة وفي حاجة اسمها برنامج إدارة أزمة. برنامج ترشيد الطاقة ولا يشمل تخفيض الإنارة العامة ولا يشمل، دي إجراءات بتتم في إدارة الأزمة، إنما ترشيد الطاقة اللي هي كان تم برامج خاصة باستبدال لمبات الصوديوم بلمبات ليد في الإضاءة العامة، ترشيد الطاقة بيشمل برامج توعية للمستهلكين، ترشيد الطاقة تشمل برامج تشمل المباني الحكومية لتطوير نظم الإضاءة والتحكم في أجهزة التكييف وما إلى ذلك في الصناعة وما إلى ذلك، فدي برامج ممتدة ومستمرة على طول. إنما برامج إدارة الأزمة بقى اللي هي أنا عندي أزمة وعايز أواجه هذه الأزمة بأقل قدر ممكن من الإجراءات، فبلجأ بقى إن أنا أخفض الإضاءة بتاعت الشوارع، انما مش ده الاسلوب اللي هنمشي بيه طول عمرنا. بلجا الى تحديد الاضاءه الخارجيه للمباني الخارجيه اللي هي الاضاءه العامه اللي على المباني الخارجيه، بلجا بقى لاجراءات، وعشان كده ده اللي انا بقوله للاسف ان احنا لا نتذكر ترشيد الطاقه وهي البرامج الممتده غير في الازمه. ايوه، ولا هو ده نقطه طبعا كبير. يعني نقطه مهمه جدا، احنا ما بنفتكرش البرامج دي غير وقت الازمه، وده المفروض يبقى ماشي في برنامج معنا. اداره الازمه اللي هو احنا فيه ده لازم نفتكره. لا انا قصدي برامج ترشيد الطاقه بشكل عام، احنا عندنا العالم كله يعاني ازمه في الطاقه من اول الحرب الروسيه الاوكرانيه، فده مناخ عالمي، يعني حتى لو احنا في مصر عندنا فائض والامور ماشيه معانا تمام، لكن هو الوضع العالمي لا يبشر بالخير، فالاولى ان الواحد يطبق هذه البرامج بشكل مستمر، ما ننتظرش ان يكون في ازمه او مشكله عشان نبدا نتحرك في هذا الاتجاه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرافق الكهرباء الاسبق واستاذ هندسه الطاقه بجامعه الزقازيق.